صباح الخير سلمى. يسعد صباحك فرح. وصباحك يا رب. اليوم سلمى نحن مغيرين بالقعده، انت قاعده برا مغيرين هي العاده سلمى. اليوم خطر لي انه نحن قد المفروض نغير كثير من عاداتنا. بتتعلق بعاداتنا تمام، قد ما كانت بسيطه بتعود عليه فيك تغيريه ولا صعب؟ صعوبه بحس احيانا، مع انه بعض العادات يمكن بتكون بتاذينا ان كان من الناحيه النفسيه او حتى الجسديه، بس بنحس شوي بصعوبه بتغييرها. بس التغيير دائما مطلوب، خاصه اذا كان للافضل سلمى، وخاصه اذا كان بحسننا. فقديه حلو كل يوم لما نبدا نهارنا نفكر لو 10 دقائق انه نحن شو لازم نغير بحياتنا، شو لازم نغير حتى بالاشخاص، خلينا نقول الموجودين حوالينا. بس انت مو من الاشخاص اللي بحب غيرهم سلمى. ولا انت اكيد. مثل ما بيقولوا فرح، العاده كثير صعبه تتغير وبدها اراده وبدها وقت، وفي شغلات حلوه بحياتنا بنتمنى هيك انه ما تتغير. شو اكثر عاده بتحبي تغيريها سلمى؟ اكثر عاده بحب غيرها يمكن شوي اني بعصب بسرعة شوي. هلا عم حاول اضبط نفسي. لازم عم حاول اضبط نفسي، بس للاسف احيانا الظروف اللي بتحيط فيكي في شغلات تخليكي تستفزي بسرعة، بس مع الوقت بصير الواحد مثل ما بيقول تعود. اكيد تعودنا على هاي القصص فما عاد تعصبي. بس الشيء اللي انا بحب ما غيره اللي هو اني اشوف الناس اللي بحبها، اني اسمع صوتهم. احيانا كلمه حلوه من شخص معين، بسمه حلوه بيفرق كل صباح. يسعد صباحكم، ان شاء الله الصباح يكون كله خير وتفاؤل. ومثل العاده حنصبح عليكم بغنيه ونبلش محطاتنا. حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب، حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب. وبأولى فقراتنا سلمى قديه دايما بنحكي عن علاقة الغذاء بالدواء، وقديه مهم اليوم التغذية العلاجية يلي اليوم تصدرت المواقع كلياتها وصارت رقم واحد بالأهمية لجانب الأدوية. لأن سلمى مثل ما بنعرف الدواء لحاله ما بيكفي، فنحن دائما نلتزم بنظام غذائي إذا بدنا نقول صارم أو نمط حياة صحي وخاصة بالغذاء. اليوم مع انتشار العادات السيئة مثل ما بنقول وانتشار الوجبات الجاهزة بشكل كتير كبير وضررها على صحة
حياه الانسان، خاصه لعضله مهمه كل هالقد وهي عضله اساسيه مثل عضله القلب. صحيح فرح، ومثل ما قلتي اليوم ما عاد بكفي فقط بس نحن شو عم ناخذ ادويه، نمط الحياه بشكل عام صار مؤثر في كثير عادات صحيه، صارت تتاثر على حياتنا وممكن تفاقم امراض وممكن تؤدي الامراض. دائما بنسمع مثلا الاشخاص اللي عندهم سمنه زياده ممكن يكونوا معرضين لامراض معينه او للاصابه فيها مثل السكري، مثل امراض الضغط، امراض القلب وغيرها من الامراض. اليوم رح نحكي عن التغذيه العلاجيه مع اختصاصيه التغذيه العلاجيه روان خلوف يلي معنا بالاستوديو. على صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات واهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. يعني اليوم اخترنا هذا الموضوع لاهميه عضله القلب لكل الناس، وخاصه اليوم عم نشوف انتشار كثير كبير لامراض القلب، انتشار للجلطات حتى باعمار صغيره من الشباب سواء السيدات او حتى الرجال. خلينا بالاول نتعرف على عضله القلب وشو هي اكثر الاضرار يلي ممكن تلحق فيها. هلا اول شيء بدي اقول عن عضله القلب، هي عضله لا اراديه، يعني بيقوم القلب بيضخ الدم من خلال الشرايين لجميع انحاء الجسم، يعني هو بيغذي كافه انحاء الجسم تمام، ان كانت من انسجه ولا من خلايا. كمان بيقوم القلب بكل دقيقه بيضخ 5 لتر من الدم وبينبض 100,000 نبضه باليوم. لذلك اي مشكله بيتعرض الى القلب، ان كانت ارتفاع توتر شرياني، ان كانت جلطات قلبيه، ان كانت طبعا امراض القلب التاجيه وعندك قصور القلب الاحتقاني تمام، وعندك كمان الحمى الرثويه، هي كلها قد تؤدي للوفاه. لذلك انه نحن لازم عن جد ننتبه لهذا الموضوع ولازم نلتزم نحن بنمط حياه سليم، ان كانت غذاء ولا ان كانت رياضه وحتى من عمر الشباب لحتى نتفادى هذول المشاكل. تمام، فهذا الشيء كثير مهم. فنحن عندنا كثير من الاغذيه ومن القصص اللي بتساعد انه تقوي عضله القلب تمام. يعني اول شيء بتشوفي الاشخاص لازم تعتمد اكثر شيء على الخضار، كل الخضار بكافه انواع حتى لو كانت خضروات صليبيه او الخضروات الورقيه الداكنه. كمان احنا بدنا نشوف عندنا الفواكه على راسها، بكون التوت، الرمان، التفاح كمان كثير مهمين، حتى كل الخضار والفواكه مو انه مثلا في نوع معين. عندك المكسرات بكافه انواع، عندك البذور، بذور الكتان، بذور الشيا. وطبعا بس بدي اقول شغله انه كمان بالخضار عندك البقله قديش ما هي يعني رائعه لانه غنيه جدا جدا بالاوميجا 3 اللي بتعمل على خفض كل شيء كوليسترول سيء، ال دي ال وهدول القصص. كمان في عندك قلنا البذور والاسماك الدهنيه الاوميجا 3 كلها، حتى الثوم، الثوم كثير كثير مهم لانه بيحتوي على ماده الالسن اللي هي بتعمل على توسيع الاوعيه الدمويه. طيب استاذه روان خلينا نحكي عن فكره كثير مهمه. اليوم حضرتك عم تقولي انه في بعض الاغذيه ممكن تساعد وتريح عضله القلب، اذا فتنا بشكل تفصيلي اكثر، يعني امراض امراض، اليوم طبعا نعرف الضغط، قصور عضله القلب، غيره كثير من الامراض اللي ممكن يكون الاشخاص عم يتعرضوا لها، تختلف انواع الاغذيه المناسبه. اكيد طبعا ممكن يفاقم، في شيء ممكن يخفف. أكيد أكيد. خلينا نحكي بهالتفاصيل. رح اقول لك شيء، نحن بكل مرض هلا امراض القلب كثيره تمام، فنحن اول شيء لما نحن بنقول تصلب، لما يصير مع الانسان تصلب الشرايين او قبل بدي احكي عن شغله كثير مهمه، نحن لازم نراعي اربع قصص، يعني نراعي الكوليسترول السيء اللي هو ال دي ال وهي البروتينات المنخفضه الكثافه اللي هي لازم تكون هي اقل من شو؟ اقل من 100 ملي جرام تمام، يعني اقل او بتساوي 100 ملي جرام. كمان عندنا الاتش دي ال اللي هي البروتينات عاليه الكثافه اللي هي الكوليسترول الجيد، لازم يكون طبعا اكثر او يساوي طبعا 60 ملي جرام. ليش عم بحكي عن النسب؟ لانه كثير امراض دائما لازم يكونوا بشكل دوري عم يعملوا هدول التحاليل. عندنا كمان التوتال كوليسترول لازم يكون اقل او يساوي 200 ملي جرام، الدهون الثلاثيه كمان اقل او يساوي 150 ملي جرام. كمان عندك يعني المنطقه المحيطيه السمنه عند النساء ما لازم تتجاوز 88 وعند الرجال 102 تمام، والضغط لازم يكون مضبوط تماما. فهدول الموضع، فلما يبلش الانسان اول شيء ببلش شو عندك؟ بتصلب الشرايين. اول ما هي بتبلش انت عندك بيصير عندك ارتفاع بنسبه ال دي ال هو الكوليسترول السيء. ليش طبعا بتشوفيه هو بيقعد بسرعه على الشريان؟ لانه هو منخفض الكثافه تمام، لما بيقعد بالشريان فبروح بيلم كل شيء عندك كالسيوم وقصص وخلص. هون التصلب الشرايين اذا الواحد ما انتبه وبلش عن جد بتغذيه صحيحه وبنمط صحي، ان كان مثلا بيمشي على القليله 30 دقيقه باليوم، يعني عنده سمنه روحي على هون رح تبلش بقى عندنا مشاكل. اول مشكله ممكن تصير هي عندك امراض القلب التاجيه، وهي منتشره هلا كثير تمام. امراض القلب التاجيه هي عندك مشكله بالشريان التاجي اللي عم يغذي القلب،
هون ممكن يتسكر وهون تبلش عندك المشاكل. غير هيك ممكن تأثر على شو، يصير في عنا جلطات قلبية، يصير في عنا جلطة دماغية. يعني هون خطورة كتير كبيرة عم نحكي. خطورة كبيرة هي للأشخاص اللي ما بيراعوا هذا الموضوع. لما أنا بروح بعمل تحاليل دورية وبشوف أنا شو عندي، شو حمى كوليسترول، حتى ببين يعني الأشخاص اللي بتكون نظام غذائي سيء كتير، بتكون معتمدة على الدهون المشبعة بشكل كتير مفرط. تمام، زبدة ولحم حمراء وأكلات السوق، عرفتي كيف، والعصائر وارتفاع السكر، يعني هذا كلياته ما بيقولوا لك خلص ليش، لا هون بتبلش المشاكل. اللي بيدخنوا، تمام، اللي بيدخنوا بتعرفي انه بكل سيجاره بكل سيجاره في عندي 10,000 ماده سامه، يعني ادناها القطران والنيكوتين. كمان طبعا بتاثر على القلب وعلى مباشر رئتها. عندك كمان امراض السكري، مثلا امراض السكري بيغير بكيمياء الدم، تخيل بيغير بكيمياء الدم وممكن يرفع كوليسترول الدم. تمام، فانا طيب اذا انا كبدي بينتج 80% من الكوليسترول، طب انا ليش لاخذ هدول 20% من المصادر الثانيه؟ طب اخذها انا من مصادر صحيه. اوكي، في عندي دهون انا مثلا غير مشبعه، فيني اخذها مثل زيت الزيتون، مثل الافوكادو مثلا، مثلا عندك زيت جوز الهند، المكسرات، عندك في كثير قصص فيني انا اعمل. بامراض القلب التاجيه تلغى، مو انه ما تلغى الدهون المشبعه، يعني زيرو فات ابدا، لحوم حمراء، اجبان، عندك طبعا زيوت النخيل وهدول كلياتهم، هدول اللي بيعملوا مشاكل لازم تلتغى. طبعا حتى السمنه والزبده هي ابدا لازم، حتى اللي بيقول لك انه عم ياخذ سمن طبيعي او سمن هلا كثير قلال الناس هيك، في دراسات بتقول لا انه السمن الحيواني او الزبده الحيوانيه أفضل. ما بتاع افضل من الزبده النباتيه والهيج، لانه هدول مهدرجه. كل عندك الدهون المتحولة، إن كانت الناس بتعتمد كتير على الشوكولا والأكلات الجاهزة والمعجنات والكرواسان، هذول لازم كمان يلتغوا من أمراض القلب التاجي. كل الأكل التغى. لا طولي بالك، جايين كل الأكل الطيب. فينا نعتمد نحن على زيت الزيتون. هلا ليكي، هلا بيكون عنده مشكلة غريبة، بيكون طبعاً عنده مشكلة عن جد، لأنه كثير بيكون بمر بشغلات كتير صعبة، غير إنه ارتفاع الضغط، وبدنا نروح نحن نحافظه على الضغط وعلى الأغذية. الألياف كثير مهمة، نحن انه نزيد الالياف. نحن بناخذ بشكل طبيعي، لازم كلياتنا كناس طبيعيين ناخذ 25 جرام من الالياف، ولكن اثبتت الدراسات اذا زدنا على كمان 10% بتنزل من مستوى ال LDL وهو الكوليسترول السيء اللي هو سبب المشاكل كلياتها. تمام، اللي هو بياخذ عندك الكوليسترول من الكبد، وين بيحطه؟ بالانسجه. نعم. تمام، فلما بيجي ال HDL كوليسترول الجيد، لما بده ياخذ طبعا الكوليسترول، ما هي ما بقى بيقدر خلاص، ما بقى يعني صار كثير الوضع متأزم صعب الشرايين. تماما كثير. ايه، فالالياف بدنا نزيدها نحن بنسبه كثير عاليه، انه ليش؟ لحتى نخفض مستوى الكوليسترول السيء. كمان عندك منتجات الصويا، مرتين بالاسبوع 25 جرام من منتجات الصويا كمان تساهم انه تنزل هيدا مستوى الكوليسترول. في عنا شيء كتير مهم، إنه الكربوهيدرات اللي هي النشويات اللي بتعمل على رفع مستويات السكر بالدم، وخاصة للأمراض للأشخاص اللي بيعانوا من هدول الأمراض، فنحن كمان لازم نحاول من 50% ل 60%، يعني كون نخفف كتير وما ناخد شيء الكربوهيدرات البسيطة، عرفتي كيف، اللي بترفع المؤشر الكلاسيمي طبعا. يعني مثلا عندك هاي عم أقول لك المعجنات، الخبز الأبيض، القصص كلها هدول اللي بترفع السكر. لا، ناخد الشغلات الثانية، الحبوب الكاملة، الفيشوفان، الشعير، قمح، الدرع. تمام، الدرع، كل هدول. عرفتي كيف، البطاطا مثلا كثير مفيده، مثلا بيقول لك والله انا ما فيني بدون البطاطا المقليه. لا، فيكي انه روحي انت مثلا تقطعيها مثلا ويتشز، وتروحي تحطيها مثلا زيت زيتون، تحطيها بالفرن. تمام، وتاخدي يعني نحن فينا نقدر، في بدائل صحيه، في بدائل صحيه كثير مهمه انه نحن نقدر نغيرها. كمان بدي احكي عن الاوميجا 3 والاحماض والاسماك. بيقولوا لك ناس انه والله ما فيني انا مثلا اكل اسماك كل يوم. اوكي، انا ما عم اقول لك تاكل اسماك، ولا حتى احيانا الحاله الماديه كمان استاذ انه صعبه بتكون، ونحن بحاجه لهذا الفيتامين. فهون السؤال عفوا، انه نحن بنقدر نستعيد عن الحبوب والمكملات بهي الوجبات اللي ممكن تكون ما نقدرت الاشخاص، ممكن منعود هيك؟ هلا اول شيء، بما انه نحن عندنا امراض القلب بياخذوا الاسبرين وبياخذوا الهيبارين، دول مميعين بصفي نيوعه بالدم، فنحن شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ نحن 1 جرام من الاوميجا 3، خاصه بيكون عندك الاحماضين الاساسيين المهمين فيهم الاي بي اي والدي اتش اي، هذول كثير مهمين بيساهموا كثير بانه ينزلوا الكوليسترول. تمام؟ الاسماك اوكي، عم اقول لك في ناس كثير بتقول لك انا ماني قادره مثلا انه اخذ اسماك، بقول لك في توم، في سردين، تمام؟ طيب اوكي، ضيف بقلك،
البقلة غنية كتير بالأوميجا 3 كمان. لازم أخذ بهاي، أنا ما لازم أخذ مكملات كتير غذائية، مكملات غذائية بتكون عالية بالأوميجا 3. ليش؟ لأنه ممكن تسبب كتير تميع بالدم. تمام، فهي خطورة طبعا، خطورة. فأنا 1 جرام من زيت السمك تمام، بيقولوا لك لا انا مثلا ما بقدر مثلا اجيب، لا خلص باخذ مكمل يعني. تمام. فينا نحن يعني نضبط الامور هلا بعض. طالع شيء نباتي هذا صحيح او لا؟ يعني كثير سمعت اشخاص عم بيبدلوا مثلا اللي هو زيت السمك او هيك شيء بمستحضر نباتي انه بيعطي نفس النتيجه. ما هو النباتي بيكون من وين جاي؟ بيكون انه فيجن، انه من وين بيكون جاي؟ من البقله، من البقله ومن الخضروات. بس في اطباء عم بيقولوا لا انه هذا ما بيعطي نفس. ليش؟ تمام. ليش؟ لانه اكيد الشيء اللي انا بدي اياه. تماما. ليش؟ لانه لما تاخذي انت الاوميجا 3 من الاسماك بتكون اعلى استجابه للجسم من الشغلات النباتيه. النباتيه بدها وقت كثير لحتى انه نحن ناخذ الاستجابه تعطي نتيجه. تماما. عندك مضادات الاكسده كمان كثير مهم، مثلا في عندك الدارك شوكليت، في عندك الكافيين، اهم شيء بتكون مثلا شاي الاخضر، حتى القهوه ما تتجاوز الكميه، تتجاوز ال 300 ملي جرام باليوم الواحد، يعني 3 فناجين اي خلينا نقول فنجانه. كمان بتحكي عن الضغط بالركله عم نحط الركوه وخلص. عندك كمان الصوديوم والبوتاسيوم، كثير لازم نراعي هذا الموضوع انه نخفض الصوديوم تمام ونرفع البوتاسيوم بالجسم، لانه هذا كمان مشان عندك الضغط، كمان عن طريق الموز، عن طريق عن طريق حميه الدجاج، بتعتمد على كل شيء، بذور واسماك ودجاج ومكسرات، عرفتي كيف؟ زيت زيتون كثير مهم انه الواحد طبعا معه امراض انه ياخذ معلقه زيت زيتون، كثير مفيده. وكمان بوصي انه بهدول الامراض انه الواحد لازم يمشي، يمشي عن جد 30 دقيقه باليوم، فهيدا كثير مهمة لحتى تقوي عضلة القلب وتنزل الشحوم وتخفف الكوليسترول. فلازم الواحد صراحة يكون انه يتبع نظام غذائي صح ونمط رياضي كمان. نعم. لما بنحكي سلمى عن الأنظمة الغذائية واليوم رغبة السيدات بشكل كثير كبير انه يحصلوا على الجسم الجميل المتناسق ويخسروا الوزن، فعم يتجهوا نحو الحميات بطريقة جنونية، ممكن تكون حميات ما أنا مدروسة، ممكن تكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنها حمية الكيتو، قد ايه هي بتحمل يمكن من نسبة دهون كثير عالية إذا بدنا نقول، أو وبيبتعدوا قدر الإمكان يمكن عن النشويات والكربوهيدرات، أو حتى في بعض الحميات بتقلك أنا بعيش على البروتين بس وبعد باقي المصادر. خلينا نحكي عن الحميات وشو ضررها إن كان على الأشخاص السليمين أو حتى الأشخاص إن كانوا بيعانوا من بعض أمراض القلب. يعني عن جد هلا أكثر الأشخاص اللي بتجي لعندي مثلا أول شيء بيقولوا بيخافوا من الحمية. ليش؟ إنه ما بدنا نحن حمية صعبة وتحرمينا من الأكل. أول شيء الحمية الغذائية اللي ناس كثير ما بتفهمها إنه هو نظام غذائي متوازن متكامل، لأنه أنت جسمك بحاجة لكل شيء، إن كانت نشويات ولا إن كانت بروتين ولا إن كان فات، عرفتي كيف؟ طبعا دهون صحية، ولكن نحن لما بنحدد الكميات وطبعا بنحط كل المواد اللي ممكن تساهم إنه يكون في صحة كثير ممتازة ونخسر وزن بشكل صح، فنحن رح نكون كثير رابحين هذا الموضوع. بيجيكي شخص مثلا بيقول لك أنا عم بتبع حمية قاسية، اتأكدي تأكدي بعد 3 شهور وحتى يمكن ما يكمل 3 شهور رح يرجع بنهم على الأكل. تمام. ما رح يقدر يتحمل. هذا اللي عم نشوفه يعني عرفتي هنا شو أخذين فكرة عن الحمية، إنه سلطة ودجاج مسلوق سفن مسلوق ومشوي لا أبدا وبس. وتنحرم من الحلويات وتنحرم من لا أبدا، جسمي بحاجة لكل شيء على فكرة، عرفتي كيف؟ بس أنا لما منظم لك أكلك وحتى بعطيك سناكات إنه يعني ما له حرمان، هو بالآخر ما له حرمان، حتى ما فينا ندخل نحن الحلوة، لكن إنه بشكل متوازن. عرفتي نظام الكيتو ابدا 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 ما بنصح فيه، مع انه بخسر وزن بطريقه كثير سريعه وبيرجع الوزن تمام. بشكل ابشع، هذا اللي شفناه بيغير، بتشوفي بكيمياء بالجسم وعرفتي كيف، وحتى بتشوفي اذا بتنتبهي على الاشخاص اللي بيكونوا عاملين كيتو على البشره وعلى الشعر، حتى في ناس بتشيب بسرعه لانه هن بس بيعتمدوا على الدهون، عرفتي كيف؟ والشغلات الثانيه هن زيرو، لا ما بيصير هيك، عرفتي يعني نحن ممكن نعطيها لامراض معينه نظام الكيتو ولمده 3 شهور، يعني 3 شهور لست شهور ما تتجاوز ابدا. وعم اقول لك اي حدا عمل نظام الكيتو فاكيد رجع فورا يسمع. فانا اكيد ما بنصح بالحميات القاسيه اكيد، ونحن دائما بنسمع انه مو كل انواع الحميات بتمشي مع كل الاشخاص طبعا. يعني في اوزان معينه بقدر استخدم فيها، للاسف في كثير ناس بتقرا عن اي نوع حميه وبتمشي عليه بغض النظر اذا بيمشي معها او لا. طب خلينا نقول نصيحه هيك اخيره اليوم، اهم يمكن الانواع اللي سمعنا عنها من الحميات واللي فعلا جابت نتيجه الصيام المتقطع، قد ايه بتنصحي فيه؟ هلا الصيام المتقطع بنصح فيه مرتين بالاسبوع فقط،
مو انه الواحد يعتمد حياته تماما. هي مرتين بالاسبوع فقط انه صيام المتقطع، لانه انا اذا بدي اعتمد عليه كامل بتشوفي الاشخاص بلشت صار عندها مشاكل كمان، عرفتي كيف؟ فلا انا بكون هون عودت جسمي على شيء معين، صرت انا اعطي مساحه كثير واسعه بين بين الوجبات، احيانا 8 ساعات انه مثلا ما اكل، شو انا اكسر صيامي فيه. وهذا الشيء اهم شيء يمكن بالصيام. تماما، انت على صيام متقطع اذا تكوني مثلا صايمه 12 ساعه وبدك تاخذي شو اول وجبه بدك تاخذيها كثير مهمه، وكثير ناس بتغلط فيها. لما بدي انا اكسر صيامي بماده مثلا كربوهيدرات او سكريات، انا ما استفدت شيء ابدا من النظام، بالعكس الضرر مضاعف. تمام، لما نحن بنسمع عن جد اكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، يلا انه اي شيء، المهم انا بدي اسمع اي شيء واخذ اي شيء وبطبق، وهون بقى بتبلش المشاكل، عرفتي كمان؟ فلا، في حمات، اول شيء نحن بنشوف الشخص، بنعمل التحاليل المهمه لإله، بنشوف شو الشغلات اللي بتكون ناقصه عنده، بنعوض له عن طريق الغذاء، تمام؟ شو عنده مشاكل مرضيه، ان كانت مشاكل قلب، ولا ان كانت مشاكل ضغط، ولا ان كانت موبيل متعدد الكيسات، ولا مقاومه انسولين، فهيدا الشيء نحن لازم نراعيه بكافه. أكيد، كل الشكر لإلك أستاذة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ويا رب اليوم نقدر نكون وصلنا المعلومات الصح، وتكون في آذان صاغية، هي أهم شيء، بعد عن الحميات قدر الإمكان. شكرا لإلك. شكرا لك أستاذة روان خلوف، اختصاصية التغذية العلاجية، وكل النصائح اللي قدمتي لنا إياها. شكرا كثير. شكرا لك. أما هلا صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا، مع زميلتي غيداء زيفا. صباح الخير غيداء. يسعد صباحك سلمى. مشاهدينا ننتقل إلى موجز الآخر وأهم الأنباء بعد الفاصل. أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري عددا كبيرة من الإرهابيين بين قتيل ومصاب، ودمرت آليات لهم وعددا من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها في أرياف حلب وإدلب وحماة. وذكرت وزارة الدفاع أنه نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات الإرهابيين وأماكن تمركزهم، استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي مقرات للإرهابيين في قريتي تديل وكفر عمة، أثناء اجتماعهم للتحضير لهجوم على مواقعنا العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم. أدانت سوريا المجزرة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافه مدرسة التابعين وسط قطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أن إمعان الاحتلال في سفك دماء الأبرياء في فلسطين ولبنان وسوريا سيزيد أبناء هذه المنطقة إصرارا على مقاومته والرد على جرائمه، على الرغم من كل الدعم الغربي الذي يحظى به. على صعيد آخر، أكدت سوريا أن الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية ما كان ليتم لولا دعم الغرب الجماعي، معربة عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الروسي قيادة وجيشا وشعبا في معركته لمواجهة هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي. أدانت المقاومة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة. وقالت المقاومة إن هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي، والتي استهدفت مدرسة مكتظة بالنازحين وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، هي تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني. من جهته، أعلن المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية في إيران علي شمخاني أن استعدادات بلاده جارية لإنزال عقوبة قاسية بالكيان الصهيوني الذي لا يفهم سوى لغة القوة. وقال شمخاني إن هدف الكيان الصهيوني الوحيد من قتل مصلين في مدرسة التابعين في غزة واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة إسماعيل هنية في إيران هو إشعال الحرب ونسف مفاوضات وقف إطلاق النار، معتبرا أن بلاده تخطت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية لتهيئة ظروف إنزال العقاب الشديد بكيان لا يفهم إلا لغة القوة.
مشاهدينا هذا كان كل شيء حتى الساعة، عودة إليك سلمى. شكرا لك يا غيداء من غرفة الأخبار، ويسعد صباحك عن جديد. صباح الخير لكل مشاهدينا، وهلأ صار الوقت لنروح لمساحتنا التالية بصباحنا، واليوم شو المساحة اللي حنبلش فيها؟ المساحة القانونية اللي نحن قلنا شوي مستلمين الأستاذة تحت الهواء، وكثير من الأسئلة لأنه فعلا يعني سلمى هذا الموضوع للأسف اليوم ما بعرف ليش نسبة الطلاق عم ترتفع بشكل متزايد، إن كان لضغوط الحياة إن كان مشاكل تانية، ومثل ما بنقول دائما أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن هو موجود. فشو هي الحقوق اللي ممكن تحصل عليها الزوجة، وبالنسبة للأطفال شو ممكن يكون وضعهم؟ الطلاق التعسفي شو هو، شو هي الخطوط العريضة اللي ممكن ينطلق منها المحامي أو القاضي بكل دعاوي الطلاق الموجودة في سوريا؟ طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ المحامية إيمان حسان. يسعد لي صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذة ايمان. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، نعرف انه يعني الزواج هو عقد بالنهاية، ولما بده يصير هذا الطلاق فحيكون تفريق او انهاء لهذا العقد حسب القانون السوري. انواع التفريق او انواع الطلاق اذا صح التعبير. تماما، هلا بالقانون السوري عندنا للطلاق اكثر من طريقة. هلا في عنا الطلاق بالارادة المنفردة، ارادة الزوج المنفردة، هي بيكون الزوج هو لحاله بده يطلق وبيتقدم لعند القاضي بمعاملة إدارية اسمها طلاق إداري. هون هو مضطر يحط معجل المهر ومؤجله بصندوق المحكمة وبيبعث تبليغ للزوجة. القاضي هون بيعطي شهر للصلح، في حال أصر الزوج على الطلاق بيفرق بيناتهم بقرار قضائي. عن النوع الثاني اللي هو المخالعة الرضائية، وهذا أسرع الأنواع، يعني هو عقد بين الزوجين بيتفقوا على الطلاق وعلى إبراء ذمة بعض يعني، وبيتقدموا على القاضي الشرعي بطلب انه هنين او وكيلهم القانوني طبعا بيوكلوا محامي، وبيتقدموا بطلب تثبيت مخالعه اذا هنن عاملينها خارج المحكمه او باجراء المخالعه مباشره، وبيحصلوا كمان على قرار بالمخالعه. اليوم دائما في سؤال او بعض الافكار المغلوطه، هل القانون السوري انصف المراه فيما يخص قضايا الطلاق؟ وفي حال وجود اطفال هل النفقه هي عادله بالنسبه اذا بدنا نقارنها اليوم بمتطلبات الحياه للزوجه؟ هلا بالنسبه للاطفال يعني حدد خصوصا التعديل الجديد للقانون الاحوال الشخصيه، حدد عمر الحضانه لعمر 15 سنه للذكر والانثى على سواء، وبيتخيلوا بعدها انهم يضلوا عند الام او عند الاب. بالنسبه للنفقه، والله النفقه يعني فعليا ما يعني ولا شيء، يعني نعم. اقصى حد عم يحكمه 75000 ليره سوري في حال مثلا وضعه وسط، اذا يسار كثير 100000، 100000 هذا مخزن ما بتعمل شيء يعني فعليا واقعيا، ما هو ما يعني مجحف بحق الاطفال والزوجة. ممكن تكون عمل ضغط كمان على الزوجة اليوم يلي ما أنا قادرة أنفق على أولادها، يعني أقل مقومات الحياة ممكن نحن نلبيها ب 100000 ليرة سوري بظل هذا الغلاء الكتير كبير. فنحن هل في أمل أنه نحن نغير شوي؟ والله في مطالبات، عم بتصير مطالبات أنه بيرفع مقدار، بس بيجي الزوج مثلا يعني هلا اثبات اليسار عم يصعب شوي، مثلا ممكن هو تاجر وكذا بس ما في كثير املاك باسمه واقعيا كذا، فيعني هون بتصير بقى على طول بيقول لك انا مع السير كل ما بتكون عندنا، ما معي كذا من هالحكي هذا، وما اخذنا قرار باكثر من 100000 ليره سوري يعني فعليا للاسف الواقع. طيب خلينا نحكي اليوم على الاقامه، اليوم في كثير زوجات اذا ما كان البيت باسمهم او هو حاطط لها باسمها بتطلع بيطلعها من بيت الزوجيه، وهي نقطه كثير هامه وادت مؤخرا لبدل حدوث الطلاق حوادث عنف، يعني تتعرض الزوجه لحوادث عنف مقابل انه هي ما تطلق او ما تطلع برا البيت. يعني قانون الاحوال المدنيه بهذا الموضوع ما اندرس انه يتم تغيير بعض هاي المواد القانونيه اللي هي ممكن تساهم بانه المراه المعنفه او غيرها تاخذ حقوقها؟ هلا في عندنا اجتهادات قضائيه يعني بتقول انه من حق الحاضنه انه يامن لها الاب، يامن لها مسكن للحضانه اذا كان هي ما عندها مسكن. على الواقع العملي بتلاقي قبل الطلاق تركت البيت مثلا، اخذت الاولاد كذا يعني، فبتفرق يعني مثل ما بيقولوا فرطت هي تماما، يعني خصوصا اذا البيت مو باسمها، وقت عقد الاجار اذا مو باسمها ما فيها تضل بالبيت. يعني واقعيا ممكن هي تطالب بمسكن، ممكن يتعذر هو انه انا ما في عندي غير هذا البيت انا ساكن فيه، ما في عندي مجال ثاني، يعني واقعيا ما عم تقدر تحصل. وفي حال اثبت وجود اكثر من عقار، هل هي بتستحق البقاء في العقار نفسه حتى لو ما كان المنزل باسمها؟ ممكن نعم لك في اجتهادات ممكن هي انه تحتج فيها امام القضاء انه انا ما عندي مسكن وهدول الاطفال بحضانتي ونحن انه بدنا نضل بهذا البيت، ممكن تاخذ ساعه تقرر انه ما يخليها تخلي البيت يعني.
طيب خلينا نحكي اليوم عقد الزواج أصبح فيه شروط، في كتير أشخاص ما بيعرفوا هذا التفصيل، ولكن قبل الزواج في عقد ممكن يصير بين الطرفين تكتب شروط خاصة. في حال قررت أنه هي تطلق، هي الشروط أصبحت ملزم فيها الطرف الآخر. إذا أخذت غير الطلاق، يعني إذا أخذت المخالعة، هل يلزم بهاي الشروط أو لا؟ هلأ المخالعة هي اتفاق بين الطرفين، ممكن يتفقوا انه انا اخذ منك مقدم المهر واترك لك المؤخر، او اخذ منك مبلغ مالي او اعطيك مبلغ مالي او النفقه. ممكن يتفقوا، وهي غالبا اللي عم تصير، ابراء ذمتهم من كافه الحقوق والشروط وكل ما ورد في عقد الزواج. عرفت شلون؟ هي اتفاق يعني حسب ما بيتفقوا بيوقعوا. طب خلينا استاذ نفصل شوي اليوم يمكن بعض الافكار المغلوطه او عدم الثقافه القانونيه الكافيه بتدخل المراه بكثير من المطبات، انه اليوم انا مستحيل احصل على حقوقي، فهي المماطله هي بدون نتيجه، وخليني اطلق باقرب وقت ممكن وهو عن طريق المخالعه. شو مدى صحة هذا الشيء؟ كيف المرأة فيها تحصل حقوقها؟ وشو هي الفترة الزمنية أقصاها إذا بدنا نقول حتى تحصل المرأة على حقوقها؟ هلأ إن ما تحصل حقوقها هذا شيء مو صحيح، بس هي قلة الصبر عم تخلي يلجأوا للمخالعة، إنه أنا داخل إيميليت ما حعطل سنة من حياتي كذا، عرفتي بدي أخلص، بتقوم عم يصير تنازل. أما دعوة التفريق هي مدتها شوي طويلة، بس بالنهاية قديش يعني شوي أستاذة؟ يعني ممكن عندك من 6 أشهر للسنة. ممكن تقعد سنة، لأنه عندك مثلا دغري شهر صلح، بعدها تحكيم عندك 45 يوم، بعد أوقات حتى حكم المحكمين القاضي ما بيقبل فيه مثلا، بحس يعني أنه ما اقتنع فيه، ممكن يعيدوا التحكيم، ترفع تدقيق 2 شهر، ممكن تبليغ الزوج، يعني في كتير أمور عرفتي ممكن تتحكم بالمدة، فعم تقعد من 6 شهور للسنة. بس بالتفريق بالنهاية إذا كانت الإساءة متساوية أو معظمها من الزوج، فهي عم تحصل على كامل حقوقها. يعني لازم إثبات الإساءة من أي طرف عم بتكون؟ هلأ أي على حكم المحكمين لازم إثبات الإساءة، هنا بيسمعوا من الزوج ومن الزوجة، وعلى اساسه بقى يا اما يعني المهر يعني بينقصوا له منه اذا الاساءه معظمها منها. نعم. طيب استاذه ايمان خلينا نروح شوي للاطفال، اليوم نحن بنعرف بالقانون الزوجه اذا طلقت اذا الاطفال بعمر الحضانه فهي اوتوماتيكيا بتروح للام، ولكن اذا ما كانوا بعمر الحضانه او اكبر بشوي تحرم منهم الام مثلا اذا قررت انه هي بدها تتجوز مره ثانيه، بس الاب لا ما بينحرم، الاب اذا بده الاولاد يضلوا عنده حتى لو تجوز مره واثنين وثلاثه، فهذا الشيء ما بيعيق احتفاظه بحق انه هو يحتضن ابنائه. تمام. هلا الحضانه مثل ما قلنا ترتيبها على حسب التعديلات الجديده، الاب الام. تمام. هلا الام هي اذا بدها بتحضن، ما بدها بيروح للاب، او الام اذا تزوجت بيروحوا للاب. بس لما يصيروا عمرهم 15 سنه هن بيختاروا، حتى لو متزوجه ممكن يختاروا امهم. عرفت شلون؟ بعد ال 15 ممكن اذا مصلحه المحضون، اوقات يعني ام تزوجت بس اب ابدا لا يصلح للحضانه، جوه حياته في اشياء بتاثر على المحضون بيسمحوا لها القاضي، يعني حتى بالقانون انه القاضي اذا شاف بمصلحه المحضون انه يبقى مع امه رغم انها تزوجت ممكن يخلي مع امه. تماما. طيب اليوم من خلال يمكن اغلب دعاوي الطلاق الموجوده بأروقة المحاكم وهد هي يمكن الدعاوي الكثيره مثل ما قلنا وكثرت بهذا الوقت، شو هي اكبر الثغرات اللي بتشوفيها استاذ اليوم انه نحن ممكن نشتغل عليها، نطالب فيها، نعدل بهي القوانين لحتى يكون في انصاف بحق المراه بهذا الموضوع؟ لانه نحن مع المراه طبعا. تماما. اكيد. وانا هلا انا يعني بتمنى انه يرجعوا على القانون القديم، ترجع الحضانه من الام لام الام. يعني انا برايي انه امك يعني امك انت ام امه للطفل هي اولى واحن من خاله مرت ابها. لو نعطوا الحضانه للاب مين عم بيضل مع الطفل طول النهار اذا تزوج؟ خالته. تمام. يعني ما في حدا بحنيه، يعني اما الست ممكن ام الام يعني هي بتعادل الام. هلا لغوها هي لغوها صارت للاب مباشره بعد زواج الام، وهذا كثير يعني عمل مشاكل للاطفال. يعني عم بتلاقي الاطفال عند الاب عند متزوج مثلا هو يعني ضاعوا. عرفتي شلون؟ يا اما بدها توقف حياتها هي ليصير اولاد عمره 15 سنه كمان، ممكن هي يعني بدها تتزوج بدها تكمل حياتها حقها الطبيعي يعني، وكرمال اولادها اوقات عم تضطر انها تضل مع اولادها. طيب بخصوص السفر، اذا كانت الام هي الحاضنه ولكن بدها تسافر لبرا، نحن بنعرف السفر بده اذن من من الزوج حتى لو كانوا مطلقين، يعني يعتبر انه بدهم اذن. هل بيسمح لها ممكن تاخذها معهم اذا بدها تسافر ولا لا؟ لا. هلا ما بحق لاي من الزوجين في حال الطلاق يعني انه يسافر بالاولاد الا باذن الطرف الاخر، حتى الزوج اذا بده يسفر اولاده
والام اعترضت على السفر انه هن بحضانتها، او هي يعني بدها اياهم بدها تشوفهم بهالسفر في ضرر، بتقدر تعترض يعني ما بيقدر يسفرهم، وحتى هي ما بتقدر تسفرهم الا بموافقه ابوهم حتى لو بالحضانه. حتى يمكن لو ما في طلاق فهو اذن احد الزوجين هو مطلوب في حال سفر الاولاد مع احد الابوين، فهو اذن السفر اليوم مطلوب صح؟ تماما، بينزل على الهجره والجوازات على جواز السفر بيبصم له على الموافقه، واما بيعمل لها للام وصايه بانها تسفره اذن سفر. طيب اليوم استاذه يعني من هالوسط اللي نحن عايشين فيه والبيئه، كثير بنسمع انه بعض الاشخاص يمكن بيتمسكوا بعدم الرغبه بالطلاق رغم استماته الزوجه بانهاء هي العلاقه يلي ممكن عم تستنزفها وممكن تكون هي علاقه خاطئه، لكن بنسمع كثير انه الرجل رافض للطلاق بشكل كامل وبيقول باي مكان موجود فيه انه انا بدي مرمر قلبها لحتى اعطيها الطلاق. هي الكلمه يلي كثير سمعناها كثير بيقولوها، هل هي صحيحه؟ هو قادر على هذا الشيء؟ قادر ما قادر على هذا الشيء بالقانون، يعني عم اقول لك ماكسيموم سنه تحصل على الطلاق. يعني هلا الطلاق هن اذا متفقين الاثنين بينزلوا بيعملوا مخالعه، الزوج بده يطلق لحاله بينزل بيطلق، بس هون شو عليه بقى هو؟ اذا كان في تعسف بالطلاق فهي بتطالبه بتعويض طلاق تعسفي. يعني اذا كان طلاق من طرفه هو لحاله، مو بس من طرفه، تعسف يعني لغه او اصطلاحا تعسف هو شيء لا مبرر له، في ظلم في جور عليها بالطلاق، فهون بتطالبه بتعويض طلاق تعسفي ما بيتجاوز نفقه ثلاث سنوات وبتاخذ مهره كامل. المهر والتعويض، التعويض قد ايه ممكن يكون بهي الحاله؟ عم اقول لك نفقه 3 سنوات نعم بالشهر عم يحسبوا نفقه للزوجه، نفقه تعدي بال50,000. طيب خلينا نحكي اليوم خلال هي الفترة اللي نحن فيها فترة الحرب، ظهر أسباب أخرى تدعي المرأة أنه هي تتوجه إلى التفريق، مثل التفريق بحجة الغياب، في أشخاص مثلا صار معهم مشاكل، مخطوفين ما إلى ذلك. شو الفترة القانونية اللي حددها القانون للمرأة لتعتبر أنه هذا غائب أو ميت، فبالتالي هي بحق إلا تتطلق؟ وإذا ظهر بعد هي الفترة شو بصير موقفها؟ تماما، هلا القانون سمح للزوجه بعد غياب الزوج مده سنه بدون عذر او مبرر انها تطلب الطلاق، او اذا حكم حكم بالسجن لمده 3 سنوات بدها تستنى سنه وما طلع ساعتها كمان بتقدر تطلب التفريق لعله الغياب، في حال ظهر في فتره العده بيقدر يرجعها. هو رجعي بيكون هون الطلاق مو باين. في حال ظهر بعد فتره العده خلص اللي هي 3 شهور تماما، هي 3 شهور او 3 حيضات لما تحيض فما في مشكله، هي تعتبر خلص ما بيقدر يرجع قرار حكم مثل كيف اذا رفعت دعوه تفريق هو برات البلد مثلا وبلغته بالصحف وحصلت على القرار فهي طلقته. نعم، كمان اليوم خلينا نعطي نصائح لبعض السيدات اللي ممكن في تخوف من طلب الطلاق بحكم بعض الأفكار الموروثة وبعض الشائعات اللي بتقول المرأة مستحيل تحصل على حقوقها، أول شيء بتخسره هو الأطفال. طبعا نحن متفقين قديش الطلاق هو كارثي على الأطفال بالدرجة الأولى وهن صاحبين الضرر الأكبر بهذا القرار، بس خلينا نحكي اليوم قديه بيكون الطلاق أحيانا منصف بحق المرأة وهو القرار الصائب والصح خاصة فيما يخص الأطفال. تماما، هلا اوقات اكيد الطلاق هو يعني بيقولوا الضحيه الاولى فيه هي الاطفال، تمام؟ انه بدهم يعيشوا حياه منفصلين امهم وابوهم وكذا، ما حيعيشوا حياه اطفال سويين طبيعيين، بس اوقات حده مشاكل بالبيت او تصرفات من الاب او ممكن اوقات من الام او جو صار مشحون يعني ما عاد مناسب انه مو بيئه غير سليمه انه يكون فيها الاطفال، فهو ممكن يكون الطلاق حل بس بالنهايه انه الافضل انه يضلوا مع الام، يعني هذا الشيء الافضل، يعني مثل الام ما في، طبعا اذا كانت الام تصلح ما عندها شيء يمنع حضانتها. تمام اكيد يعني بالنهايه نحن مثل ما بيقولوا جايين نهدي نفوسنا. نحن فقط عم نحكي طالما في مجال للصلح هلا ما هدينا نفوسنا، هلا قانونيه فقط، ثقافه قانونيه ما قلنا شيء من عند الصبح مشان يلي عم يسمعونا هلا بنبلش نرمي فتنه من خلف الشاشات. شفت سمعتي؟ لا نحن مو لا هو هذا اخر الحلول، يعني بصراحه اخر الحلول طالما في مجال للاصلاح الافضل الاصلاح اكيد. وانا لما بيجوا عندي على المكتب بلش بالصلح،
شو الاسباب، ممكن كذا ممكن كذا، باخذ وبعطي معهم، ممكن بتركهم مهله ما بستعجل بالاجراءات شوي، يعني انه فتره اسبوع فكري كذا، وقت بيجوكي منفعلين. هلا حتى لو كنت استاذ مثلا موكله من قبل احد الطرفين، تستطيعي تتواصلي مع الطرف الاخر وتكوني طرف بهذا الصلاح؟ محضر خير تكوني طرف بهذا الصلاح، تقنعي، تعطيهم فتره لحتى يراجعوا نفسهم، وبتنجح فعلا هي الامور؟ اي نجحت بعض المرات، نجحت. لانه ليش مثلا بيكون جايين عن انفعال او اوقات مذاكره، انا بدي استغني عنك، انا بفرجيك مثلا بدي، عرفتي، بدي اطلع لحالي. بعض الاطراف بيجوا لعنا غالبا تهديد لبعض، يعني انه بعض الاطراف تتدخل كمان. تماما، اكيد اكيد علي. هو عنده ناس وهي عندها ناس اللي كبروا الامور، اكيد للاسف. ودائما بنقول الصلح سيد الامور، خصوصا اذا في اطفال، يعني ما في اطفال انتوا حرين المين يعني بكفي حياته. قبل ما نختم حديثنا، ابرز نصيحه بتحب اليوم توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا؟ النصيحه انه يعني تروه، هدو، عرفتي، يعني تفكر المرأة انه انا رح اتطلق، رح اعيش حياتي ورح اعمل، انت حتعيشي بس حتخلصي من شيء عم تعاني منه، بس حتعاني من اشياء ثانيه. تماما، غير اذا في اطفال، هون الاطفال اي شيء حيصير على ابنك بسبب هذا الطلاق، ضميرك، نفسيتك، كذا، تقولي لو ترويت لو كذا، ممكن تندمي بوقت مثلا، او هو نفس الشيء الزوج، عرفتي شلون؟ فيعني تروه، في ناس احق تفكروا بمصلحتهم وحياتهم من مصلحتكم. أكيد، يعني بدنا نشكرك أكيد أستاذة على كل المعلومات اللي قدمتي لها، ونحن بالأخير لازم وظيفتنا أنه نوضح كثير من النقاط اللي ممكن تكون غير واضحة بالمجتمع والثقافة القانونية المطلوبة اليوم بكل أسرة ولكل سيدة ولكل رجل. وقبل ما نفوت بالطلاق وأروقة المحاكم وهي القصص يمكن اللي ما لها نهاية، نعرف نختار صح، كمان نختار صح لحتى ما يكون الطريق بالنهاية الطلاق. كل الشكر لك أستاذة. شكرا لك، وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى هيك يكون هي معلومات ومجرد ثقافه نزود فيها لنعرف حقوقنا، والله يبعد مثل ما بيقولوا الخناق والمشاكل عن كل العائلات، وتضل بيوتنا عمرانه بالخير. شكرا لك لوجودك. اما هلا فرح رح نروح لمحطتنا التاليه، وتحديدا اللاذقيه، مهرجان وتظاهره ثقافيه ببشيلي، وتفاصيل اوفى بالتقرير التالي. تظاهرة ثقافية بمشاركة واسعة محلية وعربية ضمن مهرجان بشيلي الشعري والأدبي الثالث في ريف اللاذقية. المهرجان هو هوية للعبور، هوية للعبور إلى كافة أنحاء سوريا. والجميل في هذا المهرجان أنه عندنا شخصيات من بلدان مختلفة، عندنا من لبنان، عندنا من العراق، عندنا من فلسطين، عندنا من محافظات كافة، من درعا إلى السويداء إلى كافة محافظات سوريا لها تمثيل في هذا المهرجان. هذا اليوم الذي يتعانق به فرح الكبار مع الصغار. كل الفعاليات الأهلية والثقافية تشارك في هذا المهرجان الشعري الثالث، وإن شاء الله سيكون مهرجانا رائعا، لأننا فعلا بالحب والحب والحب ننجح. جئنا لنترجم كيف سوريا تجمعنا بالحب والكرم والشهامة في هذه القرية الواعدة التي تقع على في أعلى منطقة في مدينة جبلي، جارة القمر، بشيلي جارة القمر. هو يعتبر ثمرة من ثمار سوريا العظيمة، سوريا التي دائما كانت واحة للأدب والفكر، وواحة العشاق، عشاق الفكر والثقافة والأدب. وأول مرة نأتي إلى هذا المهرجان لنشارك به. مهرجانات اجتماعية ثقافية ملمة، يعني ملمة لكل العلاقات ما بين المحافظات، وأنا أعتبرها فشيء إيجابي بمعنى الكلمة، ونتمنى أن تتكرر هذه المهرجانات في عدة أماكن، وخاصة في الضيع ليظهروا ما ينتجون وما يعمل. طبعا أهم شيء بالمهرجان أنه الناس اللي كنا نشوفها على الفيس وحبينا نشوفها بالحقيقة شفناها وسمعناها وشفناها أرض الواقع. واختيار مكان المهرجان كتير حلو، الطبيعة خلابة كتير. دائما أي لقاء أدبي في أي مكان له مكانة خاصة، لكن عندما تكون في هذه الجبال الشماء الصامدة في وجه الرياح والعواصف، في وجه الثلوج وما شابه من عواصف الدهر والزمان، يكون للأدب أسمى وأرقى بالحرف والكلمة والقصيدة. قد يشعل المعنى حرف إذا أشرق، والدر مكنون إن غصت للأعمق. حومت في شعري بجانح المطلق، والشعر ذو ترف يعنو له الأزرق.
معرض لمنتجات المرأة الريفية وفقرات فنية متنوعة ضمن المهرجان. كثير مهم نحن نندمج بالمجتمعات المحلية وخاصة بريفنا الحبيب، وأنه نشارك بمنتجات ريفية لحتى نتعرف على مشاريع النساء الريفيات والمشاريع الصغيرة للأسر الريفية. كثير جميل، الفكرة كثير كانت حلوة، أنه بالطبيعة عاملين هالمهرجان ومشاركتنا كثير هي غنية، يعني كانت حلوة كثير، وحلو يعني تبادل الخبرات بين هون وهون وهون مع الشعر الجميل اللي عم يقوم من عدة محافظات حتى من دول تانية. ملتقى دوري يجمع الأدباء والمهتمين ويشكل نافذة وفرصة لعرض المنتجات الريفية التراثية. وإلى محافظة حلب وحرفة الفخار يلي ما زالت بتلقى الرواج والقبول والتطور كمان. خلينا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. عندما تشاهد هذا المكان بما يحويه من منتوجات لمادة الفخار تعلم أن هناك أشخاص عشقوا هذه الحرفة فجمعوا بين الطراز القديم والفنون الحديثة من خلال إبداعهم وحبهم لها. أنا بذكر حالي وقت وضعيت بالفخار، يعني وقت ما كنت بالابتدائي كنت رأسا أنصرف المدرسة على ممارسة هالمهنة يعني، والحمد لله يعني حبيت، يعني واحد حب المهنة ممكن يبدأ فيها، فكان كنت يوميا أتم، يعني حتى أهلي يقولوا لي اطلع حاج، لا أتم، عندي حب لها يعني. كل ما الحمد لله يعني صرت ابدع فيها وطالع موديلات جديده، حتى احترفت حرف نظاميه. انا ما عدت اكتفي يعني بس هيك، بدي اطالع شيء جديد. يا الله في اولادي متابعه بصراحه، اذا واحد ما كان جلودي عليها ما ممكن يسابر فيها. فالحمد لله يعني تميت، يعني عانيت من تعب كثير، يعني ظهري تعبت كثير كثير كثير، بس كان عندي إصرار بدي أكون الأول. أشكال ومنتوجات منوعة تخرج من تحت هاتين اليدين بعد تحضير التربة المناسبة، حيث يدخل إنتاج هذه الحرفة في عدة مراحل قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام، وتعتبر الأواني الفخارية الأفضل للطعام والماء عدا عن أغراض الزينة. هلا هي مطلوب منا بالنسبه للمواد الاوليه التراب تكون غضاريه ونظيفه ومصفيه تمام، هذا اهم شيء يكون انه ناعمه ونظيفه وغضاريه. يعني اذا كان طينه مو ناعمه وما مصفيه منيح بيطلع في شوائب، نحن بنسميها الحصوه، هي مثل مثلا حجره صغيره قد الرمله، اذا دخلت الفرن ايش بيصير؟ بتكلس الحجره، بتكلس بتفقع الفخاره. لما بجيها مي او هيك رطوبه شوي بالفخاره بتلاقي هيك قفعت وكسرت الفخاره، بتطلع مثل عين بيضة، بتكبر يعني بتكون قد الرمله بتصير قد الحمصاي. هذا اللي بيأذي الفخار، يعني الواحد بده يتنظف على الطينه قبل كل شيء. بعد ما تكون الطينه نظيفه ممكن واحد بقى صنعتها، واهم شيء فيها كمان الشويه، الشوي لدرجه الحراره المناسبه. هلا في طبعا الشوي انواع كثيره، ممكن على الخشب، ممكن على البلاستيك، هلا بصراحه على ارخص شيء بس يكون محل فلا يعني ما في سكن، ممكن نفايات اللاستيك او قصاص اللاستيك، وممكن طبعا الكهرباء والمازوت، بس هذا شيء مكلف كثير كثير كثير، ما راح يغطي تكلفه الفخاره، يعني قول له الزبون حقه ثلاث اضعاف مشان حرقه عم يستغل كثير. بالنسبة لأنواع الفخار طبعا ممكن واحد يشتغل أنواع كتير كتير. هلا المطلوب بس قلت لها أكثر شيء إنه جرة المي وبريق المي والاستعمال المي، بس ممكن نشتغل شلال. هلا مثلا هاي شلال ديكور كتير حلو، ممكن نشتغل سقف زريعة طلبه أخف شوي بس يعني حلو كتير كتير حلو. الأول المطاعم وهي شغلات مثلا طناجر الفخارية هدول المزججة، هذا كتير شيء راقي وحلو يعني وصحي، أهم شيء أنه صحي، الفخار ما بتفاعل مثل ما باقي الأواني. تشهد المهنة بعض الصعوبات، منها صعوبة تأمين التربة المطلوبة كونها توجد في منطقة معينة
عدا عن الحاجة لدعم من امتهنها بحب وحافظ عليها لتبقى كأحد المهن التقليدية الهامة في مدينة حلب. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. إلى ختام محطاتنا لليوم، ومن المعروف عن جامعة دمشق العريقة طبعا تخريجها للكثير من الدفعات وأيضا نيل الكثير من التصنيفات العالمية مؤخرا وحفاظها على مستوى تعليمي مهم جدا برغم كل الظروف يلي تعرضت لها البلد، ولكن قدرت هي الجامعة أنه تحافظ على مكانتها وتحافظ على خريجيها، وأكيد نفتخر دائما بكل هالخريجين وبكل الأطباء والدكاترة من جامعة. ونفتخر اليوم أكثر كمان سلمى أنه نحن بظل هذا الحصار وبظل هاي الظروف الصعبة سواء كانت الظروف الاقتصادية أو حتى أنواع الحصار بمختلف أنواعها، فنحن قادرين دائما بجامعة دمشق أنه نحجز الأماكن العليا بكافة التصنيفات العالمية، ونثبت دائما أنه الأطباء والمبدعين السوريين دائما هن إذا بدنا نقول رقم واحد بمختلف أنحاء العالم. اليوم 43 باحثة شابة من جامعة دمشق نالوا التكريم على مدرج الجامعة، ومنهم الأستاذة الدكتورة في طب الفم عبير أحمد الجوجو اللي حصلت على المرتبة الأولى في كلية طب الأسنان، ونتعرف أكيد على الإنجازات العلمية اللي قدمتها لحتى تنال وتستحق هذا التكريم. بس عدن لك يسعد لي صباحك دكتورة. صباح الخير، أهلا فيكي. العافية، أهلا بكم. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. عادة نكون هيك عم نحكي شوي اختصاص علمي وطبي مع حضرتك، اليوم مستضيفينك لنحكي عن هذا الإنجاز الأخير لحضرتك ولعدد من السيدات وخليني أقول المكرمات بجامعة دمشق. نحكي بداية عن هذا التكريم وتفاصيله. صباح الخير والله يعطيكم العافية. هلأ حقيقة وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق مشكورة بلفتة كريمة قامت مؤخرا يوم الأحد 4 آب بفعالية هي الأولى من نوعها لتكريم الباحثات الشابات في جامعة دمشق، وهي نظمت هذه الفعالية لباحثاتها وحطت معايير لتشوف الباحثات وإنجازاتهم وتقيم هذه الإنجازات اللي هي ساهمت أيضا بدعم الجامعة ورفع مستواها ورفع حتى تصنيفها. تم ترشيح للجائزة هاي ولهذا التكريم 133 باحثة، واعتمدوا على معايير أكاديمية لنرشح هدول السيدات الباحثات لهذا التكريم. بعد وضع المعايير واللي هي بتشمل إنجازات الباحثات من نشر أبحاث علمية، مشاركات بحثية بمؤتمرات دولية ومحلية وحتى أقليمية، حصول الباحثات على جوائز محلية أو حتى عالمية، لوضع نقاط لهم وترتيبهم ونشوف مين الباحثات اللي حققوا النقاط الأعلى. تم تنظيم الفعالية هاي، ومثل ما حكيت أنه تم ترشيح 133 باحثة، بعدين حصلت 43 باحثة على النقاط الأعلى وفق المعايير يلي ذكرناها. فكان لي الشرف أنا الحمد لله أني يكون ضمن الباحثات المكرمات وحصلت على المرتبة الأولى بكلية طب الأسنان. هلأ التكريم بشكل عام هو يعني فعلا كانت لفتة كريمة وسعيدة، يعني أسعدتنا نحن الباحثات لأنه هو نوع من التقدير لجهودنا، وهذا الشيء نحن مندين فيه لجامعتنا الأم، جامعتنا العريقة الغالية على قلوبنا جامعة دمشق، واللي أيضا بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق ووحدة تمكين المرأة الأكاديمية في جامعة دمشق مشكورة أيضا. يعني هو كان فكرة وجهود متضافرة من عدة فعاليات لتكريم السيدات الباحثات، وهذا الشيء بصراحة يعني ما فات لجامعتنا أن تمشي فيه ضمن توجه عالمي. اليونسكو من عام 1998 وضعت جائزة عالمية التفتت لدور المرأة الأكاديمية، وضعت جائزة سموها الجائزة العالمية لتكريم السيدات الباحثات بمختلف العلوم الطبية الهندسية الإنسانية، واعتمدوا أنه كل سنة حول العالم أو بالأقاليم يكرموا السيدات الرائدات بالبحث العلمي اللي قادرات على إنجاز الأبحاث المهمة اللي إلى تطبيقاتها العملية على تحسين مستوى المجتمع، وصاروا كل سنة يكرموا هدول السيدات.
فجامعتنا الحمد لله ما فات هذا الأمر ونظرت إلنا، وهذا الشيء يعني بيحفز وبيسعد وبيخلق جو حتى من الرضا لإلنا نحن، إنه نحن عملنا هو مقدر وجامعتنا مقدرة هذا العمل، وبالنهاية أيضا بيخلق جو من المنافسة تماما بين الزميلات وحتى بين الباحثين بشكل عام، كلهم ليبذل جهده وقصارى جهده ويقدم أحسن ما عنده، وهذا بالمدى البعيد أو القريب سينعكس حتما على منتجات الجامعة وعلى تحسين الواقع المجتمعي. هلا نحن ما بننكر قد ايه التكريم هو فعلا لفتة رائعة إن كان للباحثين أو حتى في عمل الباحثات، لكن اليوم بالإضافة لهذا التكريم أبحاث كثيرة عم يقوم فيها الأطباء السوريين وعم يثبتوا فعلا إنه هنا على قدر هذا التطور اللي عم يصير بمختلف أنحاء العالم، قد ايه عم بتلاقوا دعم يمكن لكل فكرة جديدة ولكل بحث قادر يعمل تغيير في جذري إذا بدنا نقول في الطب وفي بعض التفاصيل يلي حضرتكم بتعرفوها، قد ايه ممكن تلاقوا الدعم ما تضل هي أفكار مكتوبة أو أفكار مقروءة؟ تماما، نحن ككادر بحثي كأساتذة جامعيين عم نشتغل ضمن إطار الجامعة جامعة دمشق، وإذا بدي أحكي على نفسنا نحن بالكادر الطبي يعني بكلية طب الأسنان أو بكليات الطبية، نحن بيراجعنا مرضى ونحن بنواجه المشكلات الطبية المجتمعية، كليتنا بيراجعها عدد هائل من المرضى اللي ممكن يكون عندهم حالات معقدة تحتاج علاجات متقدمة تحتاج ابتكار معالجات حديثة، فنحن ضمن هذه الحاضنة أنا ما فيني لحالي قوم ببحث علمي أو عالج مرضى بنفسي لوحدي بعيادتي أو حتى ببيتي، نحن نحتاج هذه الحاضنة، وفعلا جامعة دمشق قدمت لنا البنية التحتية الأجهزة الحديثة. أنا بحكي على قسمي وعلى نفسي يعني أنا شخصيا، هلا أنا النقاط اللي حصلت عليها من خلال الأبحاث اللي نشرتها مجلات بريطانية ومجلات أمريكية، وهي مجلات مصنفة عالية لحالات مرضية ولأبحاث أنجزت بجامعة دمشق وبقسم طب الفم. أحد بعض الأبحاث كانت مثلا لابتكار معالجات حديثة، سواء من تطبيقنا لمستخلصات نباتية جديدة لتدبير أمراض معندة على العلاج التقليدي، استخدام الليزر بمعالجات أفات فموية. أنا وطلابي طبعا طلاب الماجستير طلاب الدكتوراه بهذا القسم وزملائي الأساتذة وبالكلية كلها، فنحن فعلا كنا قادرين ضمن الجامعة وضمن دعمها وضمن هالبيئة اللي عم نشتغل فيها البحثية انه ننتج ابحاث تكون صالحة للنشر بأرقى المجلات ونثبت نفسنا. انا فيني اعمل بحث ويبقى حبيس المخابر بيسموها الفانتازية العلمية، اعمل بحث ويضل بالمخبر، وفيني اعمل بحث وانا اطور معالجة او تقنية تنعكس على مرضانا لتدبير حالات معقدة، وفعلا هذا اللي حصل. احنا قمنا بمعالجة حالات امراض مناعية ذاتية مثل الفقاع مثل الحزاز وحتى حالات القلاع الشديدة أمراض الفموية الإنتانية الفطرية، ابتكرنا معالجات حديثة ورائدة وعطت نتائج ممتازة على مرضانا، وتم توثيق هذا العمل من خلال نشره بالمجلات العالمية، وهذا بالنهاية بينعكس على السمعة الأكاديمية لجامعتنا طبعا. السمعة الأكاديمية الجامعة بتاخذ سمعتها من منتجاتها اللي هي خريجينا والأبحاث التي تنتجها. فالحمد لله نحن تمكننا من هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه أنا شخصيا وغيري من الباحثات أنا تم إفادي من إفاد خارجي من جامعة دمشق وزارة التعليم العالي، مثلت بلدي 3 مرات بالولايات المتحدة الأمريكية كمحاضرة بفترة الحرب بفترة الحصار العالمي علينا بأبحاث قيمة، أحد الأبحاث كان بحث جيني، 3 مرات محاضرة بالولايات المتحدة الأمريكية رفعنا العلم السوري وشعار جامعة دمشق، وفعلا كانت هي الأبحاث تلاقي الاهتمام والسؤال من الرواد المؤتمرات العالمية يلي كان يشارك فيها أطباء أسنان من حول العالم. أحد المؤتمرات كان عدد المشاركين هو 20,000 طبيب أسنان رقم من حول العالم، لما اسمنا موجود ضمن السكادول تبع البرنامج وجامعة دمشق وسوريا كان هذا شرف كبير لنا وشي بيصير. بالإضافة إني شاركت بمؤتمر نقابة أطباء الأسنان الأردنيين وشاركت بمؤتمر لجامعة جيهان بإربيل العراق، وفرجيناهم أبحاثنا عرضنا أبحاثنا اللي عم ننتجها بجامعة دمشق، واللي لقت فعلا التقدير والاحترام، وهذا أقل الواجب نحن لنرد
الجميل لجامعتنا ولنرفع اسمها عاليا نثبت انه نثبت العمل اللي احنا عم نشتغل فيه انه هو فعلا أكيد. عمل مميز اكيد يعني بظل الوقت اللي يمكن في كثير بيحكوا عن هجره الطبيب السوري الى الخارج وفقدان سوريا للعديد من أطباء بمجالات مختلفة بسبب الحرب وتميزهم بالخارج، خلينا نقول يبرز اليوم الباحثات الشابات وأيضا الأكاديميات على قدرتهم اليوم على الحفاظ على هذه السمعة وتواجدهم، مثل ما قلتي حضرتك هي المؤتمرات تعتبر علامة بارزة اليوم لجامعة دمشق، وقريبا كان تصنيف جديد أضيف إلى جامعة دمشق. هي التصنيفات العلمية وهي النوع من المسابقات أو خلينا نقول التكريمات قدي بيغني أيضا اليوم وبيرفع من سوية جامعة دمشق كجامعة وكاسم وفائدة للخريجين منها. نعم، كما ذكرت أنه التكريم هو من خطوات التميز لأي مؤسسة وخاصة الجامعات. لما الجامعة بتكرم كوادرها، لما بتكرم كوادرها معناتها هذا بيعطي شعور لأي باحث أنه أنا جهودي مقدرة، فبتحفزه للعمل أكثر والإنتاج أكثر وبتحفز الزملاء للعمل أكثر، بيخلق هاي المنافسة الشريفة لأنا أنتج أفضل ما عندي. لما أنا بنتج أفضل ما عندي بدوري أنا كأكاديمية وأستاذة جامعية، أنا ساعتها بقدر أرفع من سوية خريجيني، بقدر والخريجين هن منتجاتنا، هن رسلنا، هن سفرائنا للخارج ولا الدول الخارجية، سواء اللي بيسافر للاختصاص أو للعمل. هذا الشيء بالنهاية بده ينعكس على تصنيف الجامعة طبعا. مثل ما ذكرنا قبل شوي، الأبحاث المنشورة وما يسمى citations أو الاستشهادات لهذه الأبحاث بالإضافة للسمعة الأكاديمية لهؤلاء الخريجين، هذا كله بيدخل بالتصنيف. نعم. تصنيف الجامعة ورفع مستواها العلمي بين الجامعات حول العالم طبعا. اليوم كمان عم نشوف من ضمن الابحاث كثير هامه طلاب لشهاده الدكتور ورساله الدكتوراه اللي عم تتقدم، قد اليوم كمان ممكن تاخذ فعلا على محمل الجد بشكل كثير كبير ونطبق بعض الافكار الجديده اللي عم تحملها هي الرسائل على ارض الواقع. تماما. هلا انا بقدر احكي على كليتي، كليه طب الاسنان التي تعنى بامراض الاسنان وامراض الفم. أمراض الفم من الأمراض السرطانية إلى الأمراض الإنتانية إلى أمراض الأسنان والنخور والترميم والتعويض والزرع السني بكافة التخصصات. فنحن بكليتنا أخذين منهج خاصة لمستوى، لما بيوصل الطالب لمستوى بحث دكتوراه ما عم يتم تسجيل إلا الأبحاث الرائدة واللي بيكون فيها أفكار جديدة وتنعكس على المجتمع. حتى صار يطلع بالخمس سنوات الأخيرة تقريبا مصطلح التشاركية البحثية، فما بتلاقي بحث أنه دكتوراه بكلية طب الأسنان، لا بيكون هو هذا البحث بتشاركية مع كلية الهندسة، أدخلوا تقانات النانو تكنولوجي مثلا لابتكار طرق معالجة أو تقنيات حديثة، بتلاقي بحث متشارك من كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة لاستخلاص مستخلصات نباتية خاصة تطرح كبديل لعلاج دوائي مثلا له آثاره الجانبية، أبحاث مشاركة مع الطب البشري. فهالأبحاث فعلا هي عم تكون حديثة، بعض الأبحاث عم تكون أول مرة تكون الأولى على مستوى العالم، أول مرة تجرى وفعلا عم تجرى بشكل كتير رائع مما ينعكس على مرضانا. نحن هذه الأبحاث كلها سريرية وعلى مرضى، عم تنعكس على جودة حياتهم لحل مشكلة مرضية مهمة مثلا، وبنعكس بالنهاية على تصنيف جامعاتنا ورفع جودتها. فهي العملية متكاملة، دائما يجب ربط البحث العلمي مع المجتمع. أنا ضيق على مشكلة مجتمعية، ما مجتمعية ممكن تكون اقتصادية طبية بالرعاية المجتمعية بالرعاية الصحية، أنا لما بضيق على المشكلة بقدر ساعتها أكون قادر على حلها. فربط المجتمع بالجامعة والأبحاث العلمية هو من أهم أهداف الجامعة ومن أهم المنتجات اللي ممكن تحققها الجامعة لرفع تصنيفها ورفع أدائها ولأثبات نفسها بين الجامعات العالمية. دكتورة عبير، خلينا نحكي اليوم كمان حضرتك ذكرتي أنه في معايير كانت مهمة جداً تم قياس على أساس الأبحاث اللي تقدمت، وبالنهاية من 100 وشوي لوصلنا لل 43 كمان. هي المعايير قديش تميزتوا فيها كجامعة، تميزت اليوم بوضع المعايير للوصول لنخبة النخبة مثل ما بيقولوا؟ أكيد كل اللي قدموا أبحاث هن المتميزين، ولكن اخترتوا نخبة النخبة للوصول تماما. مثل ما حكيت بداية
مشكورة مديرية البحث العلمي بالجامعة، هي اللي تكفلت بوضع النقاط وآلية تثقيل هذه النقاط لإعطاء الدرجات للباحثات. فكان المعيار الأول مثلا أخذوه، نحن عم نحكي ضمن مصطلح شيء اسمه الباحثات الشابات، أنه يكون عمر الباحثة تحت عمر 45 سنة، وهذا مصطلح عالمي. ثانياً عدد الأبحاث المنشورة ونوعيتها، تأثيرها، شو المجلة، لأنه المجلات أيضاً تصنف في رينك إلى ربيع أول ثاني ثالث حسب أهميتها وعدد الاستشهادات اللي بتتلقاها هذه المجلات. فإذا العمر، عدد الأبحاث المنشورة ونوعيتها، الجوائز التي حصلت عليها السيدة الباحثة، وما يسمى النشاط البحثي، المشاركات ضمن المؤتمرات العالمية أو المحلية أو حتى الإقليمية. فأعطيت نقاط، أنا مثلا ناشرة بمجلة Q1 بالربيع الأول ضمن أول 25% من المجلات كأهمية، تعطى نقاط معينة، بينما أنا لو ناشرة بQ2 بتاخذ نقطة أخرى. فبعملوا مثل جدول لتثقيل هذه العلامات. كان المرشحات الأوليات ضمن النقاط أو المعايير التضمين للباحثات 133 باحثة، اللي حققوا النقاط الأعلى هن ضمن هذه المعايير كان عددهم 43، توزعوا على مختلف كليات جامعة دمشق ومعاهدها وفروعها. بكل كلية كان في 3 أو 4 باحثات حققوا النقاط حسب هذه المعايير. اليوم إذا بدنا نحكي عن الناحية الشخصية دكتورة، شو هو البحث اللي عم تشتغلي حضرتك عليه في حال وجد، واليوم شو هي، يمكن هل في نية انه تشاركي كمان ببعض المؤتمرات الدولية وترجعي كمان عن جديد، ترجعي تثبتي اسم الجامعة السورية اللي اكيد كلياتنا بنفتخر انه انضممنا لها ونفتخر باسمها؟ نعم، هلا انا بموقعي، كلهم بموقعه، كل باحثة وكل سيدة ضمن تخصصها وموقعها، انا بموقعي كأستاذة جامعية بقسم طب الفم، نحن نعنى بأمراض الفم ووبائيات هذه الأمراض. نحن عنا كثير أبحاث بتدرس انتشار حالة مرضية معينة، عوامل الخطورة لحالة مرضية معينة، وهي من الأبحاث المهمة جدا، لأنها بتضيء على على مرض معين وشو هي عوامل الخطورة اللي عم تسبب هذا المرض، وبالتالي أنا بقدر عالجها. بالإضافة إلى أنه نحن أخذين منحة استنباط أو إجراء معالجات نوعية وحديثة تسمى novel treatment لأمراض مستعصية على العلاج. فمثلا أنا أحد أبحاثي اللي شاركت فيها، وأنا طبعا ناوي أكيد أنا أي مؤتمر خارجي بس شوف الإعلان تبعه دغري بعمل application submission لمشاركة بمحاضرة ما، ومننتظر إن شاء الله القبول، وأكيد لسه المستقبل أمامنا بإذن الله، ونرفع اسم جامعتنا. آخر الأبحاث اللي أجريناها كان أنا عندي بحثين على مرضى التلاسيميا ومرضى فقر الدم المنجل، هن أمراض منتشرة مستوطنة ببلدنا، عندنا إياها منتشرة في مجتمعنا. درسنا نحن عندهم بعض المشكلات الفموية اللي بتتعلق بتغيرات لعابية، وهذا البحث أنا ألقيت فيه محاضرة بالمؤتمر الثالث للبيولوجيا الخلوية اللي أجري مؤخرا برعاية كلية الطب وهيئة البحث العلمي. فنحن دائما عم نشتغل على الأبحاث المهمة يلي بتخص مجتمعنا. بالإضافة أنا عندي مجموعة من الأبحاث اللي استخدمنا فيها تقنية الليزر لعلاج آفات فموية، منها الآفت أو القلاع الفموي، منها الهيربس الحلق الشفوي، استخدمنا الليزر، استخدمنا مستخلصات نباتية. مثلا في عندي طالبة ماجستير أجرت بحث هلأ على خلاصة أوراق الزيتون، أوراق الزيتون اللي السوري، لأنه بتختلف أيضاً محتوى أي نبتة من بلد إلى آخر، فأوراق الزيتون السوري اللي تم استخلاص منها مواد مضادة للالتهاب، مضادة للفيروسات، وتم معايرتها وتصنيعها في كلية الصيدلة على شكل كريم يطبق لعلاج هاي الآفات كبديل عن العلاج التقليدي اللي هو المضاد الفيروسي الشائع اللي تم استخدامه، وفعلاً عطى تأثير كتير رائع. هذا البحث هلأ طور النشر، بالإضافة لنشر من هذا البحث مقالة عن المعالجة بالليزر للهيربس أو الحلق الشفوي بمجلة Q1، هي من أهم مجلات طب الأسنان حول العالم. وبصراحة وصدقا أنه نحن لما قدمنا هذا البحث للمجلة كانت الكومنتس أو التعليقات للريفيورز المحكمين كلها تعليقات إيجابية، وما بنسى في جملة أنه هذا البحث سيضيف إلى هذا الميدان الكثير نتائج هذا البحث اللي أنتجته. فنحن بضمن تخصصنا عم نشتغل على الأمراض يلي عم
تصيب الأفراد بمجتمعنا على ابتكار معالجات حديثة ورائدة وغير مسبوقة، وعم نسجلها وعم ناخذ عليها براءات اختراع لضمان حقوقنا ولإثبات فعالية هالمعالجات وحقنا فيها نحن. أكيد أكيد. قديه نحن سوري سلمى، قديه نحن فعلا فخورين فيك دكتورة، فخورين بكل الأطباء السوريين اللي أثبتوا بسنوات طويلة إن كان من الحرب أو غير فترة الحرب تفوق الإنسان والمبدع السوري وتفوق الطبيب السوري. واليوم تحية كتير كبيرة خاصة للأطباء يلي ما زالوا موجودين بهذا البلد وعم بيقدموا وعم يعطوا، وفخورين فيك دكتورة. شكرا كثير لتلبيتك الدعوة وإنك موجودة معنا لليوم. شكرا لكم. شكرا شكرا لك ولوجودك. شكرا معنا. لهون سلمى أكيد نكون وصلنا على نهاية حلقتنا لليوم بكل هي التفاصيل لحظة بلحظة. طبعا دايما من لكم أي فكرة أو اقتراح راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. موعدنا بكرة بأفكار جديدة وضيوف جداد. بقية نهار حلو للكل وإنجازات حلوة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العمل مهما كانت صغيرة أكيد إلى تأثير كتير كبير. نهاركم حلو ونهار حلو لك سلمى. نهارك حلو فرح أكيد، ولكل مشاهدينا يلي تابعوا بحلقتنا المميزة لليوم وضيفنا المميزين بكل المجالات، ومو بس اسم سوريا دائما مرفوع بالمجالات العلمية أيضا مبارح بالمجال الرياضي. بدنا نوجه تحية للرباع السوري معن أسعد اللي استطاع رغم أيضا إصابته لإصابتين كان متعرض لهم قبل اشتراكه، وأيضا إصابة أثناء التدريبات قبل ما مبارح يكون ضمن المنافسة النهائية، وصل للمرتبة الخامسة عالميا، وهي بالنسبة لنا بطولة كتير كبيرة، ويرجع بالسلامة هو وجميع أعضاء الفريق اللي كانوا مشاركين بالأولمبياد. تضلوا بألف خير. باي باي.